منال عبد الله. تالت عشان تجاوب لكم على اسئله. اهلا بيكي. اهلا وسهلا انت خلاص حضرتك. خلاص يعني انت صاحبه البرنامج. الحمد لله، الفضل والنعمه من عند ربنا، والله الحمد سؤال لله. جالنا كتير. تمام. الحجامه علاج ام وهم؟ الحجامه هي يعني هو بمعنى اصح احساس، ارتياح، تقبل، هي اول ام حاجه. علاج؟ اول حاجه وقبل اي حاجه، زي ما قلت لك قبل كده، الحجامه هي وسيله ربانيه، علاج رباني. فبالتالي قبل اي شيء وقبل ما تسالي على اي حاجه، طول ما انت بتقولي رباني خلاص خلصت. احنا التجأنا لمين؟ لربنا، لله. فبالتالي فيها راحه نفسيه، فيها راحه جسمانيه، عقليه، كل شيء. تمام؟ تمام. ده مختصر الحجامه. نزود عليهم بقى طبعا انها سنه عن الرسول. لا، دي انا بتكلم دلوقتي، انت بتقولي في علاج ام وهم. تمام؟ اوكي. اما بالنسبه اللي هي حجامه، فهي مامور الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، امر من الملائكه وامرنا بها. اسراء والمعراج، الرسول عليه السلام كل ما كان بيعدي على سماء يقول يا محمد مر امتك بالحجامه، فده امر من الملائكه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال لك عليه الصلاه والسلام خير ما تداويتم به الحجامه. طب هي طب نبوي، ما تعتبرش ان هي تبع العلاج الصيني والحاجات الصينيه؟ هقول لك صح؟ حاجه بسيطه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء عرض عليه الانواع اللي هي كانت العلاجات والتداوي، فصلى الله عليه وسلم قال كلمه اقر بيها بتحفظ. قال لك ان خير ما تداويتم به الحجامه، بمعنى عليكم بالحجامه. شفاء امتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي، ولقد نهيت امتي عن الكي. اصبح هو كان في وجوده صلى الله عليه وسلم، لما شاف ان الحجامه وامر بها، عرف ان هي فيها خير لامته، فامرنا بها، اصبحت فهي طب نبوي. جميل. انما هي موجوده، بس كانت باشكال متنوعه. حلو، احنا كده وضحنا الجزئيه دي كلها. الحجامه اختفت ورجعت. هقول لك ليه. اختفت لان احنا بعدنا عن السنه شويه. الناس اتلهت بتيجي عند الحتت اللي بتوجع انت يعني. ما هي هقول، ما انا قلت لك ده علاج رباني. فبالتالي مش اي حد بيعرفه. بالتالي انا لما اجي لك اعمل لك تعملي لي حجامه، انا عارفه ان الحجامه دي مش بايدك انت، لا ده بايد ربنا. فاصبحت ان انا بلتجئ لله، والتجئ لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبحت انا كده بروح لدكتور، ماشي، طب اكيد يعني ايوه الشفاء بايد ربنا سبحانه وتعالى. بس نيجي للامر الاول، الامر النبوي ده امر. فبالتالي احنا لو مشينا بيه فعلا خلاص اصبحت حياتنا كلها بقت سبحان الله، لان هي اساسا سنه عن الرسول، بمعنى ان هي حياه الرسول في النفسيه والجسديه والعصبيه، يعني كل جزء حاجه كان بيعمله، فكان طبعا بيؤدي الى تطور في نفسيته وفي العلاقات اللي حواليه، في جسمانه وفي كل حاجه. هو امر، اوحي اليه، اوحي اليه ان الحجامه امر، امر في طيب. شفاء للناس. اتطورت، اتطورت يعني، رجعت أكيد. راحت شويه وبعدين بدات ترجع تاني. ليه بقى؟ نفهم لان احنا عملنا الناس اللي هي حبت بقى ان هي تعرف مزايا الحجامه وايه هي الحجامه وايه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله هو ربنا بيريد ان هو يعرف الناس ان الرسول لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى. طبعا اصبحت في ناس ربنا سبحانه وتعالى خصصها ان هي تدور في ايه، فعملت ابحاث وعملت طبعا تجارب وعملت حاجات كتيره جدا ادت انها ايه، اثبتت نجاحها 100%. ليه؟ لان نرجع للاول تاني لله. عايزه اقول لك برضو حاجه بالمنطق، يعني انا بحب تمام. دايما ان احنا نتكلم أكيد. بعقولنا عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل أكيد. ايه. حاجه مستمره عدد السنين دي، لا اذا هي موجوده، لانها مش تقنيه طلعت او حاجه اختراع وخلاص يعني، فاهمه قصدي؟ بس هي تعددت السبل بالحجامه، الحجامه بالجافه، والحجامه الرطبه، الحجامه المتزحلقه، الحجامه بقرص النحل. بصي طب وضح لنا بقى كده في عجاله، ده ايه وده ايه وده ايه وده. هقول لك حاجه، هي الحجامه المعروف عنها دلوقتي حاليا اعدادها، لا يعني اعدادها كتير، لكن انا هخصصها لك مثلا في ثلاث اربع. ثلاثه الجافه اللي هي بدون تشريط، ان احنا بنوضع الكاس في مكان معين او مكان القلم. جميل. في اماكن زي ما قلت لك قبل كده ان هي ما بتشرطش. تمام. الحجامه الرطبه اللي بيبقى فيها التشريط بسيط جدا، استخراج الدم او استخراج السموم. جميل. تمام. الحجامه المتزحلقه ان احنا بندهن كميه من الزيت وبنمشي بالكاس
بحيث ان احنا بنحاول ان احنا ننشط الدوره الدمويه بالتدليك بالحجامه. في كمان عندك حجامه بالتلج، في عندك حجامه بالابر الصينيه، في عندك حجامه وبعد منها يتعمل قرص نحل. ليه قرص النحل؟ لان مكمل للحجامه. بمعنى لان انا بجيب النحل او بجيبها كده وفاكراني هسكت. لا بصي، قرص النحل هو قرص النحل، وربنا سبحانه وتعالى جعل من النحله ومن العسل شفاء. جميل، كلنا عارفين المعلومه دي، لكن انا هجيب النحله تقرصني؟ اه في اماكن معينه، بمعنى ان هي بيبقى زي وغزه، زي هقول لك على حاجه بسيطه، انا اسفه، زي تحليل سكر مثلا. بالظبط كده، او مثلا قرصه بعوضه بتحسي بيها؟ بس قرصه البعوضه دي مدمره، ما اقصدش يعني قرصه البعوضه دي ربنا يكفيها شر، اما قرصه النحله سبحان الله ربنا بينزل في القرصه دي. الناس بتفتكر ان هي مشكله وتقرص، لا ده بتنزل مضاد حيوي لا تتخيله، سبحان الله. بينشط الدوره الدمويه، ماشي، بيزود الخلايا الميته، بيفرزها سبحان الله، بيجدد الخلايا المخيه. الخضه دي ولا لا؟ مش الخضه، هي الماده اللي بتنزل منها. اوكي، هي بتنزل ماده في الجسم. تمام. فهي سبحان الله بتنتشر بسرعه، سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى. طيب عندي سؤال مهم جدا. اتفضلي. انا اجي لك اقول لك انا عايزه الحجامه الجافه ولا الحجامه المتزحلقه، ولا انا اللي بختار؟ لا، ولا انا اللي بحدد. بتحددي طبعا على اي اساس؟ على ايه المرض؟ في مرض في اماكن بيحتاج حجامه جافه بس، اماكن معينه ما ينفعش تشرط فيها. جميل، تمام. وفي اماكن لابد من التشريط. تمام، وفي اماكن لازم اعمل لها تدليك ومسح، ده حسب الحاله وحسب ده بجد وحسب بجد موضوع. يعني انا ممكن اشرط حته ما ينفعش تتشرط، وممكن امشي عليها بالمتزحلقه بالزيت. لا، المتزحلقه ما منهاش اي اثار اجانبيه. ما انا لسه كنت هقول لك دي اظن ولا اللي هي الجافه برضه ليها اي اثار، يعني ما لهاش اي اثار، وبالتالي برضه التشريط. بس في اماكن في اماكن في الجسم ما ينفعش في التشريط. حلو جدا. بس طيب سؤال غريب ومهم جدا. ايه علاقه الحجامه بالقمر؟ هقول لك معنى الليالي القمريه بالبلدي كده عشان بالبلدي الناس تفهم. بالبلدي احنا قاعدين. الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالايام الفرديه القمريه. جميل، بمعنى انت لو جيتي خاصيه المد والجزر، حلو، احنا تلتنا ميه. تمام. في المد والجزر، الايام دي الانسان بيبقى زي ما تقولي سبحان الله، بيبقى في حبه ضيق نفس، مخنوق شويه سبحان الله مثلا. فانت بيجي في الايام دي في المد بيشد الجسم، الايام دي الدم بيبقى فاير يعني جسم الانسان بيطلع وبيستخرج كل السموم. فلما انت بتعملي الحاجه دي بيبقى الجم الدم مجهز انه ولو استخرجتي منه كل ده والدم زياده ما يبقاش فيه ضعف، ما يبقاش فيه الم. لا سبحان الله، فهمتك. هو يعني هو خاصيه المد والجزر في جسم الانسان. في البحر يعني، بس انت المد والبحر والجزر، وبرده كذلك جسم الانسان، لان احنا من 50 ل 75 جسمنا ميه، لان احنا من طين. بالظبط. طيب قولي لي بقى، امتى اجي لك اقول لك يا استاذه منال انا عايزه اعمل حجامه، تقولي لي لا يا حبيبتي روحي للدكتور؟ بالظبط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. الحاجات ديت اللي فيها موانع للحجامه، بس اللي هي ضغط قوطي استحال اعمل لك حجامه، ممكن لا قدر الله يجرى لك حاجه فيها. تمام. الحامل، تمام. اللي هو عند الله اكبر الكانسر، اللي عنده السكر متردد، في امور وموانع انا ما ينفعش ان انا احط ايدي بمشرط واعمل، ممكن اعملها لك بطرق ثانيه، هي دي بقى اللي ما ينفعش فيها تشريط. تمام. لان هو اساسا الحجامه بتوطي الضغط، ما بالك انا الضغط. لما اجي اعمل لك وانت ضغطك واطي تطيري. طب وفريدي انا اوريدي ضغطي واطي، اعمل ايه ساعتها؟ لا، بتتعالجي الاول، ترجع للدكتور الاول. لا، مش قصدي انا مريض الضغط، انا ممكن ابقى في العادي في الحياه العاديه ضغطي ساعات بيوطى. بالظبط. وطى بقى مني ساعه الحجامه؟ لا، استعمل بسرعه بقى، انا ما عندي ايه بقى، الحاجه المحليه بسرعه. الحدقه بسرعه، العصاير، الحاجات المحليه. انت عندك هبوط. اها، انت عندك هبوط. لا بس الضغط الواطي بياخد. انت بعمل حجامه دلوقتي؟ ده نسبه ثانيه. انا بعمل حجامه. اوكي، ما ينفعش ان انا اديك حاجه حتى مش وقته يعني. انا بديكي السوائل، السوائل اسرع. ميه بسكر بسرعه، عصاير بسرعه تنشط. ده لو انا ضغطي قوتي فجاه، لكن انا فجأة. مش مريض الضغط. لا، مش من الخوف. انا من ممكن تيجي لي حد. انا بكلمك عن نفسي على فكره. ممكن يجي، ما انا ممكن يجي حد يعمل حجامه يبص تلاقيه يترعب، وضغطه يبطا، استحاله اعمله. استحاله، ما هو خوفي الشديد جدا، ما ينفعش اعمل له حجامه.
طب افرضي لا قدر الله انا مريض الضغط وعايز اعمل حجامه، اعمل ايه بقى؟ لازم تظبطي الضغط الاول. يعني هو لو النهارده نورمال اجيلك ولا هو بالزبط. ايه ما انت دلوقتي انت مريضه، ممكن اخليك تقيسي الضغط الاول قبل ما اعمل لك الحجامه. ضغطك تمام؟ ماشي ماشي تمام. لا كان كده بديكي مثلا برشام تحاول تظبط معاك الضغط عشان لما اجي اعمل لك وتوطى منك سنه الحقك بالعصايه. طب وحلو بقى بتاع الخوف ده، لو انا خفت وضغطي وطي اعمل ايه بقى؟ ساعتها اوقف على طول. ده احنا هنوقف من قبل ما نبدا. لا لا بس خلي بالك انا زي ما قلت لك قبل كده، هي يعني لا مفيش اي هنعرف. الم هنعرف هنعرف. شايفاني عماله اجلها؟ لا ما تقلقيش، احنا هنعرف هنعرف. عارفه انا هماجلها ليه؟ عشان ما تسيحيليش قدام. المفروض ان احنا كل مره حبيبتي هنعمل حجامه قبل الحلقه عشان اطلع اقول لكم تجربتي في الموضوع. ان شاء الله تعملي مساج وحجامه. مش قادره بس هحاول يعني هجرب فيا. لا ان شاء الله. لا انت ان شاء الله بامرك يا رب. لا مفيش حاجه اسمها تجربي. بصوا انا عاجبني جدا إيه، ايوه انا فاهمه قصدك جدا. انا عاجبني والله، دي ساعات بتخلينا ناخد قرارات في حياتنا احنا مش يعني نكون مترددين فيها. ثقتها في نفسها معديه الحدود بالنسبه لي. يعني لسه برضو بنتكلم بره، قالت لي انا اللي هعمل لك مساج وانا اللي هعمل لك حجامه ومحدش يقدر يعمل زيي. يعني ثقتها في اللي هي بتعمله وبتقدمه وان هي بتتقنه على قد ما تقدر وعلى قد ما درست وعلى قد الشغل بتاعها وعلى قد اقتناعها بالموضوع دي بصراحه حاجه مخلياني واثقه فيكي. لكن ما ينكرش انا لازم اكون واثقه في نفسي. بس أيوة. انا طول ما انا واثقه في نفسي بنقلك الطاقه الايجابيه دي. صح صح. لكن لو انا مهزوزه مستحيل هتيجي. اكيد طبعا لازم اكيد. يعني بصي الطاقه دي عدوى، يا سلبيه طبعا يا ايجابيه. لو انا ايجابيه هتلاقيني انت بالتالي خلاص انت حابه خلاص هعملها. لكن لو انت خايفه او انا متردده او بحاول ان انا طب ماشي ده بحاول. ما تخافيش والله. بس بصي طريقه الكلام وطريقه الافعال بتوصلني. تردداتك بتوصلني طبعا. زبزب. طبعا طبعا زبزب الطاقه طبعًا. هي لا وصلني الطاقه بتاعتك جدا والله. لسه برضه برضه شفتوا هي عندها اصرار وعزيمه. ان شاء الله هطلع وهسيح كل حاجه هقولها. انت عارفه ما بخبيش عليهم حاجه. بصي انا اتمنى لسبب ان فعلا لازم حد يعني يكون معايا فعلا. لا بجد عشان يقدر بجد فعلا يعني انا هحكي لك. وممكن كمان نطلع لايف على البيج واحكي لهم التجربه كلها طبعا. تابعونا على فينكا وبيونت، عارفين اللي بيحصل طول الاسبوع بنطلع لكم بالظبط. قولي لي بقى لو انا يعني حد لا قدر الله برضو عنده السكر، احنا عارفين ان جرح السكر غير اي جرح تاني. بالظبط. الخطوه دي صعبه. الخطوه دي صعبه. لا هي في طريقتين. اول طريقه ممكن يكون بالوغز. بالوغز يعني كده ايه نقط نقط نقط. أوكي. نقط بس بيجي برضو انا ما بحبهاش لسبب ان هي بتألم مريض المريض السكر. بسبب لان كل شويه بشكك 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 فيها الم شويه. اما التشريطه مش باينه. يعني التشريطه تكاد تكون حاجه كده بتمشي بيها الم. تمام اوكي. زي ما قلت لك قبل كده اللي سكره عارفه ان انا سكري بيعلي بيعلى خلاص دي بتبقى معايا. لكن المتردد طالع نازل طالع نازل ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن وانا بعمل لها السكر يوطى فجاه يجي لها غيبوبه السكر تبقى مشكله طبعا مصيبه طبعا طبعا. وبرده قلنا قبل كده الحامل لا لا طبعا الحامل عشان ما تضعفش لان احنا اساسا الدم بتسحبي الدم. بالظبط بالظبط طبعا ما ينفعش طبعا. والطفل قلنا قبل 5 سنين لا لحالات معينه برده. طب اللي هم ايه الحالات المعينه؟ مرض. يعني مثلا هقول لك على حاجه انا برضو قلت لك المره الثانيه انا مش عايزه برضو افجرها. في نوع من الحجامه لحساسيه الطعام. طب قولي لي بتعملي ايه بقى في القصه دي؟ دي بما اني انا طبعا خريطه مبادره ابني اقوى طبعا عشان كده بقول لك انا انا بحاول ان انا برضو احنا هنفهم برضو الموضوع منك عشان برضو منطقيا نشوف احنا بنعمل ايه. قولي لي طيب انا دلوقتي ابني عنده حساسيه طعام وجايه لك عشان تعملي ايه؟ بالظبط هعمل حجامه لاماكن معينه جفه وتشريط. جفه وتشريط على السره جفه. على التشريط من بره. انا قبل كده نزلت لك الصوره فيها منها. دي خريطه بقى مش علمي انا بقى. لا انا بمشي على اللي قبلي عملوا خرايط. اوكي. انا ما انا مجرد اداه. طب الطفل ده بيستحمل الشرط والكلام ده؟ بيستحمل. في اطفال انا عملت لهم 3 سنين. طبعا عندي اطفال ابني مهم جدا اللي انت شفتيه طبعا فهد كان عنده سرعه ترسيب عاليه جدا. وكان بيجي له بالسخنيه مش هقول لك كانت بتعمل ايه. انا عملت له دلوقتي هو عاده انا اتلهيت عنه شويه انا اسفه فهد بس هو دلوقتي بيقول لي يا ماما اعملي لي. هو اللي بيطلب. تمام. طبعا طيب الاطفال اللي عندهم حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي كلنا عارفين ان هم بيبقوا هايبر شويه وبيبقوا
عندهم فرط حركه بمعنى اصح. بالظبط. ازاي بتقدري تسيطري عليه؟ انا اساسا بهدي الطفل، مجرد لازم اهدي الطفل الاول، بعمل له المواضع بسيطه جدا في اماكن معينه. انت بتلعبي على الاعصاب بمعنى اصح. اول مره بس، بعد كده خلاص العيل هو ذات نفسه بيحس ان خلاص ابتدى ياكل، ابتدى يعمل حاجات هو ممنوع منها. فبيجي لي عشان عارف ان هو هيزيد في الاكل، هيزيد في الحاجات اللي مش اللي ممنوع منها بياخدها. الطفل بسم الله ما شاء الله مش غبي، عارف ايه اللي بيوجع وايه اللي موجود وايه اللي دي فعلا يعني الحمد لله معجزه من معجزات ربنا. زي حاجات كتيره الحجامه بتعالجها، الانزلاق الغضروفي. لو المفروض ان انا اروح اعمل عشان لا قدر الله في عندي انزلاق غضروفي، لا انا باجل التشريط لسبب ان ممكن العمليه بيبقى فيها نسبه يعني الله لا يقدر فشل. لا الحجامه ما فيهاش فشل. صح، كلنا بيسيبوا فكره العمليه دي لاخر. بالظبط بالظبط، اخر حاجه ممكن نقدر بس لما انت تعمليها تعملي على اعصاب بتاعه العصب بتاع الغضروف، سبحان الله تبقى هايله. انا حقيقي اعرف حالات كتير كانت داخله عمليات بس مع التخسيس. مع طبعا ده مع التخسيس ده لكل الاعراض وكل الامراض، لان التخسيس مصيبه زي ما قلت لك طبعا، فهو ضاغط. فانا اخفف الوزن، اخفف العبء على الفقره، بالتالي لما انا نشط الدوره الدمويه اصبح دي بقى اللي بحاله اللي بيستفيد منها قرص النحل مع الحجامه. في كوكتيل بيحصل عندي كله طب بديل، يعني طب من عند ربنا. كله بدا يعني اقول لك على حاجه كمان، ان انت بتدهني عسل النحل. في كمان عسل النحل ده بعد ما بنخلص الحجامه بندهن عسل النحل. عشان ايه بقى؟ عشان الجرح كمان بالمره بقى. لا يعني ده شفا كمان بزياده. اوكي، يعني انت عسل النحل مجرد انها الله يعني الله لا يقدر ما بيكون فيه خراج او في اي عمليه، بجيب له عسل نحل اغير له بيه، بحطه على الجرح، بحط نقطه عسل على السره بعد تنظيفها، بتنشط الدوره الدمويه بطريقه يعني لا تتخيليها. ثانيه والنبي الله يخليكي، ما تعديش كده كاني مش سامعه. انتوا ليه مش عارفين ليه مش شايفيني يا جماعه؟ لا والله شايفاكي يعني، بس انا عايزه اديكي يعني اكبر يعني اكبر كميه من الاستفاده. انضف السره بتاعت طفل بتنشط ولا كبير ولا مين؟ لكله. لا معلش وضحي لي بقى، معلش معلش. بس دراسات ودكاتره متخصصه عملت العلاج بالسره. العلاج بالسره؟ العلاج بالسره، تحطي عسل نحل، تحطي في السره. عشان اعمل ايه؟ العلاج مثلا تنشيط الدوره الدمويه، احط لسموم المعده. اوكي، نقطه. يعني انت بتنضفي السره، تمام، اي حد انت ممكن تعمليها لنفسك مش شرط تروح لحد. تمام، بتنضفي السره كويس جدا. ماشي، وتنشفيها وتحطي معاها عسل بس بيور. عسل بيور ده اللي هو ابو شمع من فوق. بصي لو تقدري تجيبي اللي هو بتاع المليان. بصي وانا مش عايزه اتقل قوي على الناس، بس كل ما كان بيور كل ما كانت الاستفاده لا اكتر. فهميني يبقى بيور ازاي؟ يعني نقي. أنا عسل نقي زي ملكه البحر، ملكه قصدي عسل. انا ايه ازاي؟ بصي اللي هو دايما بيبقى عليه شمع. ايوه بقول لك، اختاري المنحل الصح. المنحل الصح. أوكي. لان خلي بالك في كتير جدا مغشوش عشان السوبر ماركت طبعا. بالزبط. عنده اللي هو الخفيف قوي والحاجات دي مش هي. فبتاخدي نقطه من عسل النحل، ايوه، بتحطيها على الصوره وبتغطيها بالبلاستر من بالليل للصبح. من بالليل للصبح بيعمل بقى حاجات لا لا لا، انت هتلاقي حاجات كتيره جدا. طب دي يا جماعه حاجه سهله جدا وما فيهاش اي اضرار، ما اظنش ان هي تضر حاجه. في بقى علاج للبشره منها طبعا، وعلاج وعلاج مثلا لالم المعده. لا ده مجال تاني، احنا هنخش في مجال السينما. احنا عايزين نطلع كل حاجات. ما هو مش كل مره حاجات، مش كل مره ده حته حته. لا ياما هنصلي، هنطلع من المجال ده نخش مجال تاني. صح صح صح. طيب قولي لي، في بقى فرق بين الحجامه الوقائيه والحجامه العلاجيه؟ كلنا بنبقى سامعين، بس برضو انا كواحده انا مش عارفه انا جسمي محتاج لايه. بالظبط. ايه بقى كوقائيه؟ ان احنا دخول في السنه النبويه. يعني انا ابقى جايه لك ان شاء الله مره في الشهر، عشان مره هي سنه، عشان هي سنه ابقى دخول سنه. يعني ايه يعني زي ما بقول لك كده، ايه الوقايه خير من العلاج. حلو جدا. تمام. اما العلاجيه، انا مريض فمش هستنى. هي بصي الايام الفاضله اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك عليها 17 19 21 23 تمام، دي للوقائيه. للوقائيه الليالي الفرديه. بالظبط. انا تعبان هروح في اي وقت مش قادر، يبقى محتاجه في اي وقت. اي وقت فار فيه الدم وتعبت في الاخلاط من الدم من جسمنا، بعمل حاجه على طول. طب معلش بقى، إيه لو انا دلوقتي فار فيه الدم، اتحرق دمي يعني؟ لا مش اتحرق دمك، انت بيجي فتره معينه بيبقى السموم اللي في داخل جسمك او الفيروسات او الضغط النفسي والعصبي بتخلي الدم يعلى على مستوى يضرب الضغط عالي. أوكي. ما هو ضغط الدم هو بيجي من فوران الدم. اصبح ان انا ساعتها اجي لك بقى ساعتها
خلاص لازم تحتجب. طب لازم انا شايفه ان انت تروح لها طول الوقت بما اننا كلنا على طول مخرجه. انا اجي مخصوص. طبعا كل الستات اللي قاعدين دلوقتي والرجاله، الست حرقت دم جوزها او العكس صحيح على منيل على طول بقى. لا اللي انا اقصده برضو ان هو اختلاط الاجناس مع يعني مثلا الدوخة والضغط النفسي والضغط العصبي، الضغوط اللي احنا فيها كل دوت مع اختلاط الجسم والفوران اللي بيبقى في الجسم الضغط بيعلى، فلابد ان نعمل. ما استناش بقى لسه، زي لدغد الله اكبر العقرب، زي السحر. نيجي بقى عند الباشا بتاعنا النهارده. الباشا بتاعنا ده ايه علاقه السحر بقى بالموضوع؟ عشان بصي بقى برضه الناس اللي بتقلق، انا عشان مش أنا عايزه، هو ده ده مجال لوحده، بس انا لازم افرده النهارده. جميل. لان هو في ناس كتير، في ناس كتيره عندها برضه ثقافه بسيطه عن الموضوع ده. يا جماعه مش كل واحد يروح للحجام ان في سحر او ان معاه سحر. لا، السحر ده عباره عني انا بسال في كذا جهه عشان احدد ده سحر ولا لا. بمعنى انت جيتي لا قدر الله تعبانه، بس انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، فبسالك عن حاجات كتير عن جسمك، تعبانه في ايه؟ تقولي مثلا في ظهري، في ركبي، في الحاجات دي كلها. روحتي للدكتور هتقولي رحت قال لي ما عندكيش حاجه، خلي بالك من الموضوع ده. جميل. تمام. اصبحنا احنا من انكر العلاج بالطب فهو جاهل، ومن انكر العلاج بالقران فهو جاهل، جهل مركب. جميل. تمام. اصبحت انا بتخذ الاول ايه، بقول لك تعالي انت تعبانه عندك كذا وكذا وكذا، صح؟ رحتي للدكتور تقولي لي رحت وعملت اشاعات وعملت وعملت ومفيش فايده. تمام، حلو قوي. ادي اول نقطه. تاني نقطه، بتحسي بايه في جسدك؟ تقولي مثلا عندي صداع، عندي الم في الركب، عندي الم في الرقبه، عندي 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 عندي. جميل. تمام، حطي دي التاني برضو على جنب. ايه الاعراض التانية؟ تقولي مثلا كل ما يجي لي عريس ما يحصلش نصيب، كل ما امشي في مشوار مش عايز يتم. مش حجامه خالص كده. استني انا بفهمك حاجه واحده عشان الناس ما تخشش تاخد فكره تانية عن موضوع السحر والحجامه، ممكن؟ فبالتالي انا بشوف الاعراض دي كلها اعراض سحر. تمام. اجي بقى انا اعمل حجامه. تمام. ربنا من عليا بان انا اعرف المواضع اللي فيها الاذى الشيطاني في جسم الانسان. تمام. بالتالي لما بحط الرقيه الشرعيه وانا برقي وبحط الاماكن في الحجامه، الشيطان بيجري مننا مجرى الدم. انا حتى الرقيه الشرعيه الشيطان بيتحرق من القران او بيتاثر من القران ايا كان. فهو عاوز اي منفذ يخرج منه. بيخرج منين؟ من الحتت اللي انت بتشرطي. بالظبط، اللي انا متعمده احطها دي بقى مش علاج لاي حاجه، لا ده علاج بقى للسحر. الحجامه اللي انا بعملها وقتها ده اما اتاكد ان عندها سحر بحط في المواضع دي. تمام. اما العلاج التاني زي ما قلت لك بيبقى لكل مكان حجامته. بس انت برضو مش يعني برضو عشان نبقى واضحين وانا نفسي ابقى فاهمه انت بتتكلمي في ايه، انت مش بتقعدي تقري قران ونطلع بقى الجن والجو والخزعبلات ده؟ لا لا لا، احنا بنحط في الاماكن عشان انت بتشرطي، في حالتين يعني عشان ابقى انا فاهمه صح. في حالتين بيقولي. جميل. حاله أيوة. مش عارفه اي حاجه. حلو. وعارف ومش عارفه ان عليها سحر. بس انا عارفه حساها او شايفاها بممارستي، حاسه ان هي تعبانه او اتكلمت، انا بقول لها اتكلمي لان انا باخد منها كلام كتير. لازم اتكلم، لازم تعرف ايه اللي تعبك وايه اللي موجود وايه اللي ليكي وايه اللي عليكي. تمام. فدي من غير ما اقول لها انت عندك سحر ولا ما عندكيش سحر بشتغل عليها. جميل. لكن في واحده بتجيلي وهي عارفه ان هي تعبانه ولازم تعمل رقيه شرعيه وحجامه لاستخراج السحر. ربنا يعفي عنهم يا رب. اللهم طيب. دلوقتي في دوشه في ودني، جاي لنا اسئله على البيدج. قولوا يا جماعه. في واحدة بعتها دلوقتي بتقول إن هي بتعمل حجامة بانتظام، بس كل ما منطقة بتخف المنطقة التانية بتتعب. هقول لك ليه؟ لأن إحنا المفروض إن إحنا لما باجي بعمل الحجامة بنشط الدورة الدموية. جميل. تمام؟ لما أجي أنشط الدورة الدموية المنطقة، في منطقة مصابة الحمد لله بتخف. حلو. في منطقة تانية بتبقى لسه عايزة مرة تانية. أوكي. يعني زي ما يكون دم وصل للمنطقة والمنطقة التانية لسه ما وصلهاش الدم. طبيعي جسمنا. فبالتالي ان هي عشان كده انا قلت لك مره اثنين ثلاثه عشان استكمال الدوره. جميل. في حد برضو بيسال بيقول دي بتفيد في امراض الكبد؟ اكيد، لسبب ان احنا قلنا الحجامه بتنشط الدوره الدمويه، وكل ما نشطت الدوره الدمويه نشطت الكبد. اوكي، حلو السؤال ده.
تمام. بيسألوكي بيقولولك هم اللي بيحتجم بيتعود على الحجامة؟ هو بيتعود عليها يعني بصي، ما انا مش بقر ان هو بيتعود ولا ما بيتعودش. السبب انا لما بعملها بفوق بخف، ما بروحش. طب بالتالي هتحبيها؟ ما بروحش للدكتور، خلاص خلصت. ما اروحش ليه؟ طبيعي، صح خلاص. او انا اتبسطت من حاجه، ليه ما اعملهاش؟ الدواء عرفت بالظبط، الدواء وخلاص التزمت. تمام. اللي بعده ايه يا جماعه؟ بتساعد في علاج الغضروف؟ احنا لسه مجاوبين على السؤال ده دلوقتي. احنا لسه متكلمين. حلو جدا. طيب عايزاكي بقى في اخر بتساعد في الدوالي لو حد عنده دوالي؟ اكيد اكيد بتساعد طبعا، اكيد. لان احنا برضو بس برضو زي ما قلت لك مش من مره واحده، لان احنا بنحط في اماكن بنفك الانسداد بتاع الدوالي اللي هو بيعمل النفخه او ان هو بينطر العرق، فبالتالي لابد من ان احنا لما بنعملها في اماكن معينه برضو بتخف من الحده دي مره في مره في مره. حلو جدا. لا ثاني، قول كده تاني السؤال ده. بعد الحجامه جالها الم في راسها وخوف شديد بالظبط، واتغيرت في التعامل مع الناس؟ لا، هي اتغير المزاج بتاعها. اتغير المزاج بس بسبب هي كانت خوافه. تمام. انا ما بعمل، انا الدم لما بيتنشط اول حاجه بيجي لها ايه؟ بيطلع على المخ. صداع. ليه؟ انا دلوقتي المخ ضخ الدم مره واحده. جميل. تمام؟ منطقيا ان انت بتقولي ده جدا. ما هو منطقيا. ايوه، ما انا بقول لك ده صح كده. فاصبحت ان انا الدم ضخ مره واحده عمل دخ. جميل. زي ما كنا احنا مثلا لما كنا بنبقى صايمين ونروح لسه كنا مره واحده احنا لما بناكل بنصدع. ايوه، ونهدى ونحس ان جسمنا عايز لما ينام ساعه كده. بالظبط. لما جت بعد كده عملتها وداخل. حاضر. لما داخل ابتدت تعمل ايه؟ ها، عندها بقى خمول. حست ان من سبب الحجامه هي اللي اتغيرت الناس. الحجامه عمرها ما غيرت الناس. جميل. لان ده سلوك. صح. الحجامه سلوك، ودي الحجامه علاج، انما اللي معاها ده سلوك. طبيعي. طيب في حد بتقول لك لو انا اتبرعت بالدم او جالي تبرع بالدم يعتبر نفس تاثير الحجامه؟ لا. بما ان ده دم داخل وده دم متدفق، يعني هي جابتها من الحته دي. دم الحجامه غير دم التبرع نهائي. دم الحجامه تحت اول طبقه للجلد مليان فيه سموم ومليان الميكروبات ومليان الفيروسات والهرمونات، الحاجات كلها اللي هي غير صالحه. طب انا مش لاحقه اقول لك الاسئله اللي جايه، اعمل ايه طيب انا دلوقتي؟ الغير صالحه. اما دم التبرع في كل انواع الدم، الهيموجلوبين والدم، الكرة الدم الحمراء، كرة الدم البلازما، كل ده. انما الدم في دم الحجامه طريق وده طريق خالص، زي الدوره. جميل. زي الدوره الشهريه، ده دم وده دم. طيب. ده طريق وده طريق. الحجامه بتتعمل اثناء البريود؟ بصي، هي ممكن تتعمل بس ليها اضرارها لسبب. انا البريود اساسا نازله، لما اجي اعمل ده بضعفك اكتر. اوكي. بضعفك اكتر. صح. فهماني؟ صح بالظبط. طيب بتحس بالم في اخر ظهرها من اقل مجهود تعمله، والم في الايدين والقدم. ما هو ده تنميل، دي التهاب اعصاب. ثواني، عايزه تاخد حجامه وبتاخد بنسلين، ماشي معاك؟ بيأثر؟ لا ما بيأثرش، بالعكس. زي ما انا قلت لك قبل كده قلت لك ان هو هينزل كمان من جرعه البنسلين. هينزل من جرعه البنسلين مع استمراريه بس مع الحجامه. التحاليل طبعا، ما انا قلت قبل كده. مع استمراريه الحجامه، ان بتعمل تحليل، كل ما تعمل تحليل تلاقي النسبه الحمد لله ابتدت تعلى، لان البنكرياس اشتغل. السكر البنسلين الطبيعي البنكرياس فرزه، فبالتالي ان انا مش هاخد ال 40، لا ده انا هاخد 30 وبعدين 20 وبعدين 10 وبعدين خلاص الحمد لله. ان شاء الله. عايزه اراده شويه بس. ان شاء الله. ان شاء الله. ايام الحجامه احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، في حد بيسال عن ايام الحجامه. ال 17. لا، سؤال غريب قوي، استني. الحجامه ممنوعه يوم الاربعاء؟ لا، ده حديث ضعيف. صح؟ ده حديث ضعيف. حاجه اسمها كده يا جماعه؟ لا. لا، هو وفي بعض احاديث قالت فعلا ان الحجامه ممنوعه يوم الاربعاء. انا هقول لك ليه. لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام دايما كان بيخالف اهل الذمه. جميل. لان هم كانوا باسمهم عندهم كان حاجه اسمها ايه؟ الاربعينيات، يعني زي يوم الاربع، يوم الاستشفاء الاربع. فهو كان بيخالف السنه، قال لك ما تعملوش حجامه يوم الاربع. بس ده حديث ضعيف. احاديث، ما انا اقول لك حديث، احاديث ضعيفه. ضعيف. يعني هي بس مجرد ان انت اتقال كده بس. طيب في سؤال تاني، قولي كده. في طبعا حاجات كده طالعه الفتره اللي فاتت، الحجامه جريمه طبيه، الحجامه طب كده طلع وقت النبي وخلاص. عليه الصلاه والسلام، هقول لحضرتك حاجه، الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، انما هو وحي يوحى.
ولو في حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لفتره معينه كان قال دي فطرتي انا. صح. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحجامه في ناس متخصصه عملت ابحاث، في ناس متخصصه عملت مراجع. على فكره في مراكز دكاتره كبيره جدا فيها حجامه، موجود فيها قسم علاج طبيعي وموجود فيها قسم حجامه، ودي انا بشوفها بنفسي. طبعا. ولو عارفين ان هي فيها اي جريمه استحاله ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بالظبط وحي من الله قال عليكم، بصوا انا مش عليكم بقنع بالحجامه. بالظبط. انا مش بقنع بالحجامه، بس انا بتكلم بمنطق الرسول عليه الصلاه والسلام والعقل اللي ربنا خلقه لنا. دي سنه. لو كان الرسول كان يقصد فتره زمنيه معينه كان طلع حديث قال ان ده فتره زمنيه معينه. بالزبط. طيب الحجامه وعرق النسا برضو ليها بصي، والتخسيس مش كل حاجة فيها متخيلة ليه؟ لأن احنا في الأول وفي الآخر يا جماعة بننشط الدورة. عرق النسا فيه التهابات، التهاب أعصاب. تمام. تمام؟ التهاب أطراف القدم والإيد بالتنميل، الأطراف اللي هي من السكر. جميل. سخونية القدم من السكر. تمام؟ فإحنا بنعمل إيه؟ بنجدد الدورة الدموية ونجدد الخلايا الميتة بخلايا حيه. ادي كل الحكايه. فلابد من ان انت سبحان الله بتشفي من اكثر من 150 مرض. جميل. بتشفي من امراض عجز الاطباء عنها. نرجع تاني ليه؟ لان احنا رجعنا للخالق. صح. وسيبنا المخلوق. صح. بس اخر حاجه هسالك فيها النهارده، وده اخر سؤال معانا طبعا، وده يعني في انقلاب على البيج، عايزين يعرفوا شروط ما بعد الحجامه. هو اساسا الحجامه لها شروط قبل ولها شروط بعد. حلو، قوليها لنا كده بقى. شروط القبل ان احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالحجامه على الريق. على الريق. اه. جميل. الحجامه على الريق شفاء. تمام؟ وبعد الحجامه بيبقى فيه ان احنا بندهن بزيت زيتون او عسل نحل زي ما قلت لك. بناكل اكل خفيف ما فيهوش بقى اللبن ولا بيض ولا جبن ولا جبن، اللي هي الاكل الدسم. ما فيهوش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك لمده 3 ايام. الاغتسال بالماء الدافئ والدهن زيت الزيتون لمده 3 ايام برضو، لان في خلال اسبوع العلامات لو موجد علامات خلاص بتختفي. نورتيني. انا اكتر حاجه والله نورتيني، ومبسوطه ان انت بتقدري تفيدي الناس كل حلقه كده، وان شاء الله نعمل حلقات ثانيه جديد ان شاء الله بامر. هتوحشوني جدا للاسبوع الجاي، بس زي ما احنا متعودين مع بعض على فيون كومنتون على الفيسبوك وعلى الانستجرام على مروه حسن. حستناكم واقتراحاتكم واسئلتكم وكل حاجه طول الاسبوع. هتوحشوني الاسبوع الجاي. باي باي.